تم وصول أول شحنة كتب للعام الدراسي 2019-2020، وكان الوصول مساء أمس. والعناوين بالنسبة للمرحلة التعليم الأساسي 109 عنوان، وصلنا لحد الآن 53 عنوان. وبالنسبة للمرحلة التعليم الثانوي 78 عنوان، وصلنا لحد الآن 21 عنوان. وطبعا تعتبر هذه الشحنة الأولى، والشحنات الأيام القادمة إن شاء الله يتم باقي العناوين. وإحنا طبعا في مجهودات جميع أعضاء المكتب العمل جاري على قدم وساق، بحيث أن نوصل هذه الكتب إلى المؤسسات التعليمية في أقرب فرصة بإذن الله تعالى. أيها الأخوة، أعطينا صورة أكثر.